المحاورة الأولى بين الشاعرين مستور العصيمي ومحمد بن جرشان. السلامة تسليمة وفال الليلهم سلموا وسلام من عجيس يبدا الطويل من الجبال بلا تعب من عجيس يبدا الطويل من الجبال بلا تعب السلام تسليمة وفال الليلهم ما دام مستور العصيم قوم راشد وقام الله اسمع ولد اسمع طابت صفوف اللعب ولا له نباس المذاب طابت صفوف اللعب ولا له نباس المذاب ما دام مسجور العصيم قوم راشد وقام بعدها بعدها يا مرحبا بك يا مسلم عد مناح الحمام الله الله حنا عرب وانتم عرب وامشوا على سلم العرب حنا عرب وانتم عرب وامشوا على سلم العرب يا مرحبا بك يا مسلم عد يا محمد عدت في كل عام الله الله ما رذلوا لحفظ رسنا لا تقربنا النشب ما رذلوا لحفظ رسنا لا تقربنا النشب بيني وبينك يا محمد عدت يا كبر ذنب عليك ما مستور لو صلى وصام الله الله يا ملا الصحن قد ما الضيوف ويلحق الضيف العتب قد ما الصحن قد ما الضيوف ويلحق الضيف العتب يا كبر ذنب عليك ما مستور سيفا يقص بها الفقار من السنم واصبح تبني على خط الحجاز بلا سبب واصبح تبني على خط الحجاز بلا سبب حجيت له سيفا يقص بها الفقار من السنم اسمع يا بن جرشان ما تحت اللحم غير العظام وان كان في ذنبك شرار ونار والعف الحطب وان كان في ذنبك شرار ونار والعف الحطب واسمع يا بن جرشان ما تحت اللحم God.
عليك والزايد حرام. ترى الصحيفة بينة للي قرا واللي كتب. كتب رمى اللحية وثفت الفشانة وانت على مكتب رمى اللحية وثفت الفشانة ومعرفة بين المعارف حكمة وفتل عن دربة وانت على مكتب اللحية وثفت الفشانة الثالثة بيني مشيها مشي انت مام ونغزك الشيطان اذا وقتك بقوسي والركب الله يعز لحياها اللي ما يقربها ملام وليا تعبنا يا ابو لهب بغيت احطك راسي عند شاشله يا ابو لهب هذا السنه واللي مضت هايم وداخلك الهيام واللي قعد جنب الصحن قدم يمينه للشيوخ خلي البيت يروح خلاص.